ده وانت لسه عايش وافضل عايش على طول عمري ما هموت دلوقتي. اتفق عليا عشان اموت صح؟ لا ما بتفقش عليا. عايزه تاخدي ورث ابويا وامي عشان تكوشي على كل حاجه. امي وابويا مش كفايه ادم اللي مات؟ انا عرفت مكان ابني يما خلاص صح؟ حقه هنرجعه. ده صاحب اخويا جاي مستعد مخصوص عشان يقف معايا وما سيبنيش. هبص على اخويا وائل وارجعلك. وائل بص وائل محمد عبد الثاني اللي هو انا. يعني انا ميت مش عايش. استغرب؟ بكره تشوف مصر. عامل ايه يا لول؟ عامل ايه يا جدي؟ كلكم وحشني والله العظيم. ده صاحب عمري. صدقت صاحب ده اللي هي حق؟ صدقت. صدقت ها؟ شفت انا ميت ازاي وعيش؟ ميت وعيش قدامك. انا ميت وايه؟ وعيش قدامك. ابن عمك لما جه عليا وظلمني كان المفروض يقف معايا ما يضرنيش. يا ريت تجيبهولي يا صاحبي راضيني. الكلام ده هو هيرضى راضيه؟ راضيه. متاكد؟ انا لازم ارضى مين؟ انا اللي راضيه. طب ما انا فاهم يعني هو هيرضى يعني هيسامحني؟ هيسامحك. متاكد؟ متاكد. انا ظلمت الراجل ده واذيته يعني. الراجل ده احنا لازم نقف معاه لان الراجل ده طلع كلامه بجد. بجد؟ هو هيسامحك. تمام. يلا. صاحبي ايه يا صاحبي؟ حقك ما تنساش. ايه اللي جابك هنا فين؟ انت مش ضريتني؟ انا جاي اراضيك. تأكد؟ جاي اراضيك والله جاي اقف معاك لحد اخر يوم في عمري. هتساعدني يعني؟ هساعدك. هساعدك لحد ما نموت. وانا انا قلب ابيض ما بزعلش من حد وبسامح كل الناس. عارف وانا والله العظيم هفضل واقف جنبك انا. يا استاذ وائل خد مني النصيحه المريحه المفيحه. انا بقى عندي الزوبه. عندي اللي هيروق لك الطاسه وهيعليك فوق فوق. ايه اللي عندك يا بابا؟ تقول لي وتريحني تعرف انا بقالي شهر بدور. احضرين احضرين يا بابا ممكن اتكل على بابا. اقول له بس هو بس ايه انا الفيديو اللي انت ضربت فيه ده كله عندي. وادم وادم اللي ضرب فيه انت وادم حلوة عندي الفيديو ده. هو بقى هوبا بقى هوبا بقى اللي جاي بقى هو 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 عايز الفيديو. 100,000 جنيه يا حلو. 100,000 جنيه شوية عليه شوية عليه والله يا أبلي. 100,000 جنيه انت عايز 100 يا بسكوت. 100,000 جنيه شوية عليه ده فيديو يا جماعة. كده يخلص فلوسي كلها. انت خايف على فلوسك شوية يا راجل. عايز اعرف ابني اتدفن فين عشان ارتاح. لا هي 100,000 جنيه ما يخشوش جنيه. 100,000 جنيه ما يخشوش جنيه. انا عندي فكرة حلوة. انا هديك 50 في الأول عشان اضمن اللي معاك الفيديو. تمام. وريهولي بس وهديك ال 50 اللي فاضلين. خلاص متفقين؟ اتفقنا. ماشي حبيبي اتفقنا.